لمسلسل على قيد الحب، مجرد ما تم نشر بوستر العمل من قبل الشركة المنتجة كان في له للأستاذ فادي قوشخجي تعليق كتير مهم عبر صفحاته على السوشيال ميديا. وصف البوستر بالرديء وقال أنا ما بيمت لإلي لا من قريب ولا من بعيد، وبتمنى أنه تكون جودة التنفيذ العمل تغطي على رداءة هذا البوستر. شخصيا أستاذ زوريد، أنت راضي عن بوستر مسلسل على قيد الحب؟ بتشوفه منصف بحقك وبحق كل من شارك بهذا المسلسل؟ الحقيقة ما حبيته هيك بصراحة، بس ما حبيته بدون ما أقول لك ليش. يعني حسيته يعني فسيفساء مجمعة تجمع على طريقة الموضوع ما وقف على هاي النقطة فقط أستاذ دوريد، أيضا لما نشروا مشهد لحضرتك مع الأستاذ أسامة الروماني بتكونوا عم تلتقوا الصبح أنت وصديقك، فكتب كمان الأستاذ فادي قوشخجي قال هذا النص مو أنا كاتبه، هذا مو حواري، هذا بيشبه درس بالوطنية مأخوذ من كتاب وطنية، خطاب مانو حقيقي بين رفيقين من لحم ودم. إذا بقي الموضوع هيك طول المسلسل أنا رح أضطر أني أنشر النص كاملا أمام الجمهور، شو تعليقك؟ والله يا قلبي يعني أنا ما بفضل التخاطب عن طريق السوشيال ميديا بين عناصر تبع المسلسل، لا بيسوى يعني يكون في لقاء وش لوش عين لعين مع المسؤولين بالشركة لتصفية هذه الأمور، مو أنه نلجأ للفضايح وللخناق على طريق السوشيال ميديا. هو إلا ربما أنه يوضح هيئة موقفه قدام الجمهور، يعني ما بفضل هيك إطلاقا. مو غلط لما بيصير نوع من هالحالة بالتعاطي بين شركات الإنتاج والكتاب بحق نصوصهم، كيف أنت بتشوف هاي الطريقة؟ والله يا قلبي لك في بعض الأحيان المخرج إذا نحن بنثق فيه يعني بيضطر في بعض الأحيان يبدل شوي بالحوار، يبدل يقيم جملة يحط جملة بدالة، وهي مش جديد صح. يعني بكل الأعمال كانت تصير، وخاصة لما المخرج بيكون متمكن من مهنته يعني، وهذا مش جديد وما لازم تقوم لقيامة طبيعي. إنه بدل جملة أو حط جملة محل جملة. أما بنوع يعني مثل ما قال الأستاذ فادي أنه تكون هي خيانة بالنسبة أنه يتغير نص كامل أو مشهد كامل أو هيك، بيكون الموضوع أكثر من جملة يعني، بيصير بيتغير يمكن حتى المضمون والمسج اللي هو عم يوصله. والله يا قلبي برجع بقول لك مو هيك تنحل هيك أمور، مو هيك، مش بالتخاطب عبر الميديا والتهم والتهم المقابلة وإلى آخره، لا، في بجلسة هادئة وحميمة بين الإنتاج وبين الكاتب مع المخرج، جلسة حميمة صغيرة، بجوز المخرج يعطيك مبررات تقنعك، فلسبب بجوز تقتنع بوجهات نظر اللي عم تهاجمون تماما، فلشو هالسبق لأنه ننشر هذا الغسيل. هو قال أنا ما رح أكون بلحظة غضب، رح أنطر لأشوف كل المسلسل وعلى أساسه، بس بالبداية أنه لما شاف البوستر وشاف هذا المشهد حاب يعطي رأيه علنا مثل ما كويس. لا يعني أنا بحييه لمسألة أنه ما حقول رأيي ليخلص المسلسل، بس سربت جزء من رأيك قبل. مع احترامي لفادي قوشي الحقيقة أنا بحبه وبحترمه بنفس الوقت، ولكل أسرة المسلسل كمان. طيب نتمنى النجاح للعمل إن شاء الله بوجودك وبوجود كل هالوجوه الحلوة فيه.